ايوه يا حبيبي، في الوحدة السابعة، أول ما بدأنا في الوحدة السابعة اللي هي جمع وطرح الكسور الاعتيادية، وعرفنا إن الكسر العادي الاعتيادي بيبقى بسط على مقام، ده بنسميه كسر اعتيادي. ولما كان بيقول لي اجمع الكسر الاعتيادي زائد الكسر الاعتيادي 2 على 3 زائد مثلا 3 على 5، كنا بنعمل ايه عشان نجمع الكسور الاعتيادية؟ زمان كنا لازم نوحد المقامات. في عندي طريقتين لتوحيد المقامات، لا اما هضرب المقامات في بعض، لا اما باخد الكبير. امتى اخد الكبير؟ لو كان ينفع التاني بيبقى الاسم عليه. يعني انا الاول هشوف الكبير، هاخد الخمسة، هسأل هل التلاتة تتضرب في حاجة تدينا خمسة؟ مش موفيش. يبقى طالما ما لقيتش التلاتة تتضرب في حاجة تدينا خمسة، يبقى هعمل ايه؟ هضربهم في بعض. طالما الكبير ما ينفعش يبقى بضرب المقامات في بعض. تعالوا نضرب المقامات في بعض يا حلوين. التلاتة لما تتضرب في الخمسة هتدينا كام؟ هتدينا 15. 15. يبقى انا يا مست كده هوحد المقامات على 15. يعني ايه يا مست؟ يعني انا هجيب كسر مكافئ للاتنين على التلاتة دي، بحيث تبقى كام على ال15، والتلاتة على الخمسة عايزاها برضو تبقى كام على ال15. يعني انا يا مست هقول التلاتة في كام تدينا 15، تلاتة في خمسة ب15، انا وخمسة ضربت في تحت اتنين بعشرة. ال15. يبقى اذا الاتنين على التلاتة دي هي 10 على ال15. التانية هنعملها نفس الحوار، الخمسة هتتضرب في كام تدينا 15؟ خمسة في تلاتة، زي ما ضربت تحت في تلاتة عشان تدينا 15، هضرب برضو فوق في تلاتة، تلاتة في تلاتة في تسعة. احنا عندنا قلنا ايه المقام ما 19 على بيجمعش، 15 ايه المقام ما بيجمعش، ايه المقام ما بيطرح؟ بيطرح. يعني محدش يتكلم في صوتي لو سمحتوا، يعني المقام بينزل زي ما هو. المقام بينزل زي ما هو. طب اللي فوق بيتجمعوا؟ عادي بيتطرحوا. عادي. 10 زائد 9 19. ثانية يا مس، انت كنت موضحة لي معلومة، بتقولي لي لما اللي فوق يبقى أكبر من اللي تحت لازم لازم يا مس نحوله، ما ينفعش. ده كده يا مس كسر غير فعلي، هحوله لعدد كسري. يعني ال15 هنزلها في المقام زي ما هو، وأقول 15 تتضرب في كام تديني 19؟ أقرب حاجة 15 في 1 ب 15، ونعد بعد ال 15 16 17 18 19. عديتوا كام على صوابعكم؟ 4. يبقى ال 19 على 15 يا مس هي 1 و4 على 15. يبقى دي اسمها كسر غير فعلي، حولناه لعدد كسري. حولنا العدد وكسر. سؤال تاني عشان الناس تركز. طيب لما أقول 8، 8 على 10 مثلا، أو نقولها 8 على 9 ناقص 4 على 3. طيب يا مس، انت قلت لنا لازم نوحد المقامات. الاول بنوحد المقامات، قلت لنا في طريقتين، لا اما ناخد الكبير لا اما نضربهم في بعض. طب ينفع يا مس ناخد الكبير؟ ينفع. ليه؟ لان التلاتة هتضرب في تلاتة تدينا 9، يبقى انا هوحد المقامات هنا على الايه؟ على الكبير اللي هو 9. طيب التسعة دي نزلت زي ما هي 9، يبقى التمانية تنزل زي ما هي 8. يعني كأني ضربت 9 في 1 ب9 و8 في 1 ب8. طيب التانية، التلاتة دي بقت 9 ازاي؟ اتضربت في 3 السلام عليكم. عشان 3 في 3 ب9، يبقى برضو هضرب فوق في كام؟ في 3. يبقى 4 في 3 بكام؟ ب12. لا دي المسألة دي بقى المفروض كان يبقى العكس، دي لفت مني. طبعا أنا مينفعش أطرح 8 ناقص 12، فأنا هزودها لكم شوية، أخلي هنا في 4 وأخلي هنا مثلا في وليكن 2. طيب الأربعة والاتنين دول بينزلوا زي ما هو، ده العدد الصحيح، بينزل زي ما هو. أنا عملت ليه كده يا مس؟ عشان نشوف طريقة الطرح اللي احنا كنا بنقولها. هل ينفع بصوا أطرح ده انا التمانية؟ سامحني، خدت حاجة جديدة ينفع أطرح انا سامحني. ينفع أطرح ينفع أطرح 8 من 12؟ ينفع؟ ينفع أنت معاك 8 تفاحات تاخد منهم 12؟ ينفع يا بنات؟ ينفع يا شباب؟ مين يقول لي الشاطر لا كده يا بنعمل بنت إيه؟ طب بنعمل انا إيه؟ عارفة، مثلا عارفة، عشان اقول انا عارفة يا بنت، عارفة قولي يا مش فزاعة عشان بتجيبني. بتعرفي عادية.
نرفع نشوف ايدينا يا مش ونقول التمام سلام بكام في عليكم، كام؟ نرفع ايدينا محدش يجاوب من غير اذن. قولي يا جيدان ايوه يا مس، نعمل ايه؟ انا مش عارفه اطرح 8 ناقص 12 مش هينفع، اعمل ايه؟ هنستلم من الأربعة يا منس، والأربعة تبقى ثلاثة، بس مش ايوه هنحطها، مش هنحطها على إنها واحد تبقى 9 على 9، لأ هنجمع 9 زائد الـ8. الله عليك الله عليك يا جدع، ممتاز ممتازه ما شاء الله. قالت ايه يا مس؟ 8 ناقص 16 مش هينفع. قالت يا مس انا هستلف من 4 واحد، فال4 تبقى 3، بس الواحد ده انا مش هحطه على ال 8. لا الواحد قيمته مش ب 8، احنا الواحد ده بيبقى قيمته بكام؟ ب 9 على 9، يعني انا هجمع ال 9 زائد ال 8 تبقى 9 زائد 8 17. طب يعني انت والمقام معلمة هينزل ازاي؟ ونطرح بقى كده يا مس، ينفع اطرح؟ اه كده ينفع اطرح. لو طرحت بقى، لو طرحت هنطرح خلاص يا مثلا جدع انا هكمل بقى. خلاص يا جدع، 3 ناقص 2 1، المقام بينزل زي ما هو، المقام ما بينجمعش، المقام ما بيطرح. و17 ناقص 12 5، خلصت المسألة. ممتازة يا جدع، مثلا لسه داخل تعالى ده شرح. نعم يا جمانة، نعم سامعيك يا جميل، عايزين نعيد تاني؟ لا لا يا مس، انا دلوقتي هنمتحن الترمين مع بعض، فازيك التقدير لو صحت على الترم الاول وعلى الترم الثاني. مش هينفع يا جميل لان معاكي صحابك، انت يبقى راجعي الترم الاولاني، لو احتجتي حاجه هبقى اقوله لك، بس انت مش لوحدك يا جميل. مس طيب نعم يا محمد، كل حد لسه شويه علقنا ليه؟ طيب عايزين ننجز. داخل هو انا ده بس شرحه. اقول لك ايه، دي خلاف الموضوع اللي احنا فيه، خلاف الحصه ما ينفعش نتكلم، يعني احنا دلوقتي في حصتنا، انت مش فاهم حاجه في الحصه اتفضل اسالني، غير كده لا، ما لاقيش حد يقول لي مواضيع تاني. سؤال تاني على جمع وطرح القصور، سؤال تاني. انا عايزه دلوقتي اجمع 2 و3 على الخمسة. مش راضية تكتب ليه؟ 2 و3 على الخمسة زائد 3 و1 على مثلا الـ7. طب المس قالت لي هتلاقي وانت تعمل حاجة؟ نعم نعم يا بنتي، هو حضرتك بعد ما حضرتك يعني تشرح الوحدة، هنحل ولا مش هنحل؟ يا حبيبتي انا قلت والله نظام في اول الحصه يا جماعه، انتوا ليه بكل واحد شويه بيعطلني؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ليه كده؟ يعني على فكره انتوا كده اللي هتتضروا مش انا والله. يا جماعه انا قلت نظام في اول الحصه، قلت احنا بنراجع كل واحده، قلت انا هبدا كل واحده هنراجع ايه، وقلت هنحل محافظه وهتاخدوا محافظه واجب، مش الكلام ده انا لسه قايلاه. يا جماعه بلاش تعطيل لو سمحت، بدانا شرح ما لقيش حد يدخلني في شرح حاجه تانيه. ماشي حاضر يا متأكد. طيب هنوحد المقامات ليه يا مس؟ هنوحد المقامات عشان اقدر اجمع، ما انا ما ينفعش اجمع يا مس من غير ما اوحد مقامات. اكيد نوحد المقامات هنا على الكبير يا مس. لا الكبير مش هينفع. طب انا عرفت منين الكبير مش هينفع؟ ما هو مفيش حاجه في جدول 5 تديني 7، مفيش 5 في 1 ب 5 و5 ب 2 ب 10، مفيش 7. طب طالما مفيش مش هينفع اوحد المقامات على 7، يبقى اضربهم على طول في ايه؟ في بعض. 5 في 7 ب 35، 5 في 7 ب 35، يبقى انا واحد المقامات على الـ35. مس برضو الاثنين ما ينفعش نطلع الميم ميم ألف عشان هما لسه أعداد أولية. تمام. الله عليك يا جيدان، هنضرب الخمسة في كام تدينا 35؟ 5 في 7، يبقى الخمسة اتضربت في 7، يبقى زي ما ضربت تحت في 7 هضرب فوق برضو في كام؟ في 7. 3 في 7 ب 21، الواحد عشان مش هيقدر كده حتى الـ21 عندنا. ماشي، الـ7 ضربت في 5 عشان تدينا 35، يبقى اضرب فوق في 5، 1 في 5 ب 5، نجمع كده. المقام ما بيتجمعش، المقام ما بيطرحش. طب انا هجمع ازاي مثلا؟ ده انا عندي هنا في عدد صحيح. مين يقول لي نجمع ازاي؟ الناس رفع ايديها. نجمع ازاي؟ هاي دين، نجمع ازاي؟ نجمع ازاي؟ ماشي ثانية واحدة، هنقوم
ثانية واحدة، هنقوم مستلفين واحد. احنا بنجمع مش بندفع، هنستلف 100,000. صح، وحتى لو اتنين. طرح مش هنضطر برضه نستلف، لان 21 كده كده اكبر من 5. ماشي، 2 زائد 3. هنجمع العدد الصحيح مع العدد الصحيح، صح، هنجمع الاثنين مع الثلاثة. اتنين والمقام زائد 3 5، والمقام ما بيتجمعش ولا بيتطرح، فيبقى 35 زي ما هو. هنجمع 21 زائد 5، هيساوي 26. تمام، ممتاز. طالما البسط أصغر من المقام خلاص يا شباب، هو بس ده ينفع كانت تشرحها الوحدة كمان؟ السابعة، هي دي الوحدة السابعة. مش بيها أي حاجة مش غير جمع وطرح الكسور. هي بس الوحدة السابعة بتتكلم على جمع وطرح الكسور. إن شاء الله الحصة الجاية هنراجع الوحدة التامة، كل حصة هناخد وحدة من الوحدات القديمة هنشرحها ونحل، وبنحل طبعا لازم. هتطلعوا لي صفة الوقت تفتحها ده، هنطلع محافظة القاهرة. نعم يا محمد، صفحة 212، طلعوا لي صفحة 212. انا حللها يا مس، فانا قبل كده. لا ماشي، حل معايا نتأكد انت حالك صح ولا غلط. يلا صحح معايا، طلعوا لي صفحة 212. نعم يا محمد، كنت بتسأل ايه؟ تقول ايه يا محمد؟ محمد علي يا محمد، خير. بقولك ما كنتش فاهم، بس الترابي طريقة ايه اللي انت مش فاهمها؟ الجمع؟ نجمع تاني. حاضر، أناظر أناظر. بساطة خالص، أنا عندي طريقتين مسألتين، إمتى بجمع كذا وإمتى بجمع كذا. لو عندي المقام كبير بناخده لو ينفع، يعني لما اقول كده 2 على 6. بعد بتعلق ليه؟ طيب همشي احذف خالص ده ونشتغل بالقلم التاني طالما ده بيعمل. لو قلت 2 على 3 زائد 3 على 5، ولو جيت قلت 1 على 4 زائد 3 على 8، ايه الفرق بين الاتنين دول؟ لو لقيت المقام الاول بناخد المقام الكبير لو ينفع، ما ينفعش ما ينفعش يا مس بضربهم في بعض. طيب المقام هنا مين الكبير؟ الخمسة اكبر من التلاتة. طب هل التلاتة في رقم في جدول تلاتة؟ في تلاتة في حاجة تديني 5؟ ما فيش. ده 3 في 1 ب3، 3 في 2 ب6، ما فيش. طالما ما ينفعش، طالما ما لقيتش رقم يتضرب في تلاتة يديني الرقم التاني اللي هو الخمسة، يبقى هضربهم في بعض. يعني هضرب التلاتة في الخمسة ب15، يبقى أنا هوحد المقامات على كام؟ على 15. هنقول التلاتة دي عشان تبقى 15 اتضربت في كام؟ اتضربت في اتضربت 5. 5. فزي ما بضرب تحت بضرب فوق، 2 في 5 ب10. طيب الخمسة دي عشان تبقى 15 اتضربت في كام؟ اتضربت في 3. فزي ما بضرب تحت بضرب فوق، 3 في 3 ب9. وبعد كده المقام مش بيجمع ومش بيطرح، يعني المقام بينزل زي ما هو. طب واللي فوق بيجمع عادي، 9 زائد 10 19. طب يا ده مس، كسر غير فعلي، طالما البسط اكبر من المقام ده اسمه كسر غير فعلي، بنحوله لعدد كسري. ازاي بيتحول لعدد كسري؟ بنزل المقام زي ما هو واقول اقرب حاجه في جدول 15 تديني 19، اقرب حاجه 15 في 1 ب 15. نعد من بعد ال 15 لحد ما نوصل ل 19، لقينا عندنا 4 صوابع على ايدينا. يبقى احنا كده حولنا من كسر غير فعلي لعدد كسري. السؤال التاني بقى يا محمد، لو بس جينا خدنا كتير ده هينفع؟ أسئلة ثواني من يا جيدات، المحافظة ثواني يا نفس جيدات، المحافظة. ثواني يا جيدات، ثواني. لو جينا ناخد يا شباب، اتعلموا اللي عايز يسأل سؤال ارفع ايدك وانا شايفه والله ايديكم قدام. لو جينا يا مس ناخد الكبير 8 هينفع؟ لان الاربعه لو ضربت في 2 هتدينا 8. يبقى انا كده المره دي مش هضربهم في بعض، مش هضرب 4 في 8 ب 32، لا انا هاخد الكبير. يبقى دايما اشوف الاول الكبير ينفع ولا لا، نفع هاخده، ما نفعش يا محمد بضربهم في بعض. يبقى الاربعه لو ضربت في 2 تديني 8، زي ما ضربت تحت في 2 بضرب فوق في 2، 1 في 2 ب 2. طب والثلاثه على 8 هتفضل زي ما هي 3 على 8. اجمع. المقام بينزل زي ما هو، ما بيتجمعش وما بيتطرحش. 2 زائد 3 5.
وضحت الطريقة يا محمد ولا لسه مش فاهم؟ طلعوني صفحة 212، صفحة 212، يلا اقرأ أول سؤال. ستة قسم التلت، أنا يا الاسم مس ثبت غير شأنه، ثبت غير شأنه، شعلي بتبقى 18. صح يا رؤى؟ رؤى عملت ايه؟ ممتازة يا جميل، ممتازة. ثبتت الأول، احنا بنمشي من الشمال لليمين، وركزي معايا يا جمان. الأول بنثبته يعني بينزل زي ما هو، وبعد كده بنغير من اسم الضرب، وبعد كده بنشقلب، بدل واحد على التلاتة تبقى تلاتة على الواحد. الواحد تحت ليه لازمة يمس؟ لا، فهشيل، يبقى ستة في تلاتة ب 18. ممتازة يا رؤى. اللي بعديها بيسان، ميم ميم ألف، ميم ميم ألف المضاعف المشترك الأصغر لمقامي الكسرين للمقام، مين المضاعف المشترك للتسعة والاتناشر يا بيسان؟ المضاعف المشترك الأصغر يا بيسان، ها يلا يا بيسان، بيسان يا بيسان، نعم. مين يا حبيبتي السؤال؟ يلا يا مو جماعة، نركز يا جماعة وأنا بندى. هاتي ميم ميم ألف للتسعة والاتناشر. يا بيسان، لا إله إلا الله يا حبايبي والله. بصوا يا جماعة، نتفق اتفاق كده بجد، عشان وقت المراجعة وقت قليل، واحنا عايزين كلنا نستفاد، فأنا اللي هنهديله مش هيجاوب على طول ويركز. لا معلش، هنقل على اللي بعدك على طول، اصلا مش هينفع اقعد انادي لكل واحد 5 دقايق قبل ما يرد ويحل، ما ينفعش. يلا يا بيسان بسرعة، يا بيسان عندها نت. النت بايظ، اه ابعتيلي بقى بعديه على الشات. طيب الاجابات، اي سؤال تحليه ابعتيه، اللي عنده النت بايظ يبعت لي اجاباته بحيث ان انا اعرف انك بتشارك في الحصه وبتحل. يلا اللي بعديها يا رؤى، رؤى جاوب الدان، مين الميم ميم الف في 9 و12 يا دان؟ حاضر يا مسمع حضرتك. الميم ميم ألف للمقام الكسرين، تمام. حاضر. التسعة دي هتحللي التسعة كم في كام؟ التسعة دي كم في كام؟ 3 في 3، والاتناشر والاتناشر يا مس 3 في 4 هتكون. و4 جنب 2، بس في طريقة تانية أسهل للمضاعفات. ما تيجي نضاعف التسعة وال12 أحسن ونشوف هما الاتنين بيشتركوا في إيه، دي أسهل. يعني إحنا عايزين نعرف هما الاتنين ضعف التلاتة التسعة، 9 في 1 ب 9، 9 في 2 ب 18، 9 في 3 27، 9 في 4 36، ونوقف لحد هنا كفاية. تعالي نضاعف ال12، 12 في 1 ب 12، 12 في 2 ب 24، و12 في 3 ب 36. يبقى مين هنا المضاعف المشترك الأصغر؟ أصغر رقم مشترك ما بينهم هو 6 و3. والتلاتين يبقى أنا بعمل إيه يا شباب؟ بضاعف الرقم، يعني كأنه جدول الضرب، مضاعفات التسعة اللي هو جدول الضرب بتاع 9، مضاعفات ال12 اللي هو جدول الضرب بتاع 12، وعايز المضاعف المشترك الأصغر. هو في كذا مضاعف يا مستر ما بينهم؟ أه طبعًا، أنت لو كملت هتلاقي مضاعفات كتير جدًا، بس إحنا عايزين أول واحد يتشاركوا فيه على طول. السؤال اللي بعده، يلا يا همس، المثلث اللي فيه ضلعين متساويين في الطول بنسميه ايه؟ متساوي الأضلاع ولا متساوي الساقين ولا مختلف الأضلاع؟ المثلث الذي به ضلعين متساويين في الطول يسمى مثلثا. أصح تقرأ الاختيارات. حبيبتي ضلعين متساويين مش محتاجين اختيارات، أول ما ألاقي ضلعين متساويين يبقى نوعه ايه على طول؟ ضلعين بس. متساوي الأضلاع، غلط، لا متساوي متساوي الساقين. الساقين. متساوي الأضلاع ده لو التلات أضلاع قد بعض، لو كل أضلاع متساوية، يعني 7 7 7، 2 2 2، أو 3 3 3، لكن ضلعين اتنين بس بيساووا بعض بيسميه مثلث متساوي الساقين. الساقين مس هو السؤال قبل حلته ايه؟ 36. تمام.
صعب يا أكون عطار. متأكد. الإحداثي إكس مين، 6 ولا 5؟ 6. يا جماعة يعني احنا نبدأ من الشمال، ركزوا قوي في الحتة دي، لأن في ناس كانوا في الواجب، مش في الواجب، في الاختبار ما كانش عارفين مين الإكس والواي. يا جماعة الأول إكس والتاني واي، وإحنا بنبدأ من الشمال عند إنجليش. يبقى الإكس الأولانية، الواي هي الثانية، بالإكس 6. أوعى حد ايوه يبدأ لي اكس. من هنا، ما بدأش من يمين، بنبدأ من الشمال زي ما عمار حل. السؤال اللي بعده، زمانة، التقدير الستيني اللي بيمثل الجزء المظلل، الحتة المظللة دي بتمثل كم من الدايرة؟ يلا يا جمانة، يلا يا جوزي. طيب محمد على طول، اللي مش هيجاوب ندخل على اللي بعده. يلا يا محمد. وعلى فكرة في ماشي تقرير في بعض الحصة، نقول الناس اللي ذاكرت والناس اللي مش مذاكرة، الناس اللي ماشي. جاوبت والناس اللي جاوبت. انا يلا لسه يا محمد، بذاكر لحد دلوقتي كويس. يلا يا محمد. تقدير التقدير السيستم لازم الستاتيكي اللي يمثل بيمثل الجزء الجزء المظلل المظلل. في الدائرة المقابلة. خلاص، تعيد. 90. الله عليك، الله عليك يا محمد، ممتاز. مش وقته. ثواني يا انا جمال، جمالي. ثواني يا جمال، انا كنت بناديلك من شويه. خلاص اصبري بقى، عماله اناديلك ساعه. يبقى يكون ما انا 90 ليك، بس التليفون كان واخد في لان ده المية ربع اكتر. الدايره، لان ده ربع الدايره. فطالما ربع الدايره والدايره كلها 360 درجه، يبقى 360 لما اقسمهم عليهم هم الاربعه، يبقى كل ربع ب 90. ده ب 90 وده ب 90 وده ب 90 وده ب 90. يعني لو عايز نص الدايره كنا قلنا له 180، لو عايز ثلاث ارباع من الدايره كنا قلنا 180، 90 و90 و90 يبقوا 270. عرفنا بنعملها ازاي؟ ممتاز يا محمد، اتفضلي يا استاذ جمال. مسبح بيه نافذه، عرض النافذه 3 على 10 وطولها 2، يبقى المساحه بتساوي ايه؟ المايك عندك بيعلق يا جماعة، كبير مفتوحه ما تيجي فيديو. يا بنتي مش هنقعد نستنى كتير، والله ما ينفعش، مش هتخلص الحصة. انت أول مرة تبقوا كده يا شباب، في ايه النهاردة مالك؟ انا يا مس انا كويس مثل لحد دلوقتي، ما عملتش حاجه غلط ولا اتاخرت على ما جاب. انتوا كلكم حلوين وعسلات والله، بس احنا عايزين ننجز، بس دي ماما ما تاخد اكبر خرجوش بسهولة كتير. على ان انا مش عندي كده. سامعاني؟ يا مس طيب صديقك بتناديني ولا بتنادي بسند؟ بنادي والله جمانة وجمانة ما ردتش، وانا صوتي باظ عندكم ولا ايه؟ لسه وانا انا كمان كده صوتي كمان وصل. اللي يلا اللي بعدها. بيسان ماسكة بيه نافذة، بيبلغ عرضها 3 على 10 بيسان والطول 2، يبقى المساحة ايه؟ هي المساحة عموما بتساوي ايه؟ مساحة المستطيل. بيسان ايه قانون مساحة المستطيل؟ لا في ناس ليه حلت وبعدتي والله الإجابة، الله عليك. ممتازة يا رؤى، بس انا الكيبورد بايظ فمش عارفه اكتب. طيب بيسان بنادلها مش بترد، زمينة بنادلها مش بترد. ماشي اللي بيسان بعد، بعد كنت جمال، بعد كنت بيسان قصدي. يلا يا دان. بعد كده ماشي يلا يا دان. تمس طيب ما جاوبتش. يلا يا ده. حاضر يا مس، حاضر والله حاضر. بصي انت سامعاني؟ مسكت به نافذة يبلغ عرضها ايه كملي يا يا مس ده، تاني؟ كملي. هي يبلغ بقالها 6 سنين يا عيني، عندها وحش خالص، فما بتسمعناش بعد كده، مش هتعرف تجاوب معانا. يا ابي اسال، لو انت سامعانا دلوقتي ابعتي لي اجاباتك على مس الشات عشان تشاركي معانا في الحصه. يلا يا ده. تمام. وطوله 2، يعني 2 متر، فإن مساحة النافذة متر مربع. ايوه المساحه قلنا بقى يا مس بتاع النص. مساحة، قلنا مساحة المستطيل الطول في العرض. قلنا الله عليك، الله عليك، عسل. كمل. مش سامعني؟ نضرب، يعني المفروض إن احنا نضرب 2 في 3 على 10. صح، يا مس ما اضرب. ينفعش، انا احط ال 200 يعني مقام اول. يلا أيوه.
يلا دلوقتي نضربها، 3 في 2 بستة، 1 في 10 بعشرة، يعني ايه ايه؟ ده، مش موجودة عندنا بالاختيارات، يبقى دي اكيد بتختصر، ينفع نبسطها. طب نبسطها على جدول ايه؟ هما الاتنين موجودين في جدول على كام؟ جدول 2، على جدول 2، 2 6 على 2 فيها 3، و10 على 2 فيها 5، يعني 3 على 5. الله، ممتاز يا بنت، ممتاز. مش سامعاني؟ يا ميزان يا هلا، النت اتظبط اخيرا. أنا حضرتك من الصبح أنت مش سامعاني. ما انت عندك يا بنتي مش عارفه في مشكله في النت، عمالين نقول يا بيسان يا بيسان، وفي اصحابك اهو مفيش، أنت في سمعتني حاجه غلط، غريبه. سمعتني لي تاني. مس ابعت لك الاجابه في الشات، قلت لك ان هي حرام. يلا يا بيسان، حلي السؤال اللي بعده عشان ننقص قيمه الزبده. هنعمل ايه؟ هنجمع ولا نطرح ولا نضرب ولا نقسم؟ هنكره هنعمل ايه؟ نطرح هنطرح. الاول مش موجود. هاي عمر، هاي العكس عمار، الموجود، ايوه اعمل عكس الموجود. الاول مش موجود، اعمل عكس الموجود. الناقص لو في النص اطرح من غير ما تبص. اطرح من غير ما تبص، الاول مش موجود، اروح بس اعمل عكس الموجود اطرح. ايوه ابعتوا لي اجابات في الشات جدعين، انا شايفه اهو، بشوف كل اللي بيبعت، كل اللي بيبعت في الشات انا شايفاه. انا الكسل مش عارفه اتكلم. اللي عايز يبعت يبعت، اللي مش عايز خلاص. انا بقول اللي عايز يبعت بس. السؤال اللي بعده، يلا يا جيدان، 5 على 12 زائد 1 على 6. طيب الأول لازم في قاعدة في الجامعة بتقول ما ينفعش نجمع الكسور من غير ما نسويها. أيوة، يبقى لازم نوحد المقامات. هتوحدي المقامات على كام؟ هوحد المقامات على 12. لو خدنا الكبير نشوف الأول ينفع ولا لأ. فعلا اه 12 ينفع، ينفع، ليه؟ لأن 6 لما تتضرب في 2 هتديها 12. ممتاز، يبقى هي فعلا هتوحد المقامات على 12 عشان 6 في تمام. 2 ب 12. تمام، هنعمل بقى 12، زي ما ضربنا تحت في 2 نضرب فوق في 2. هنضرب في 1، 12 ضربناهم في 1 عشان تبقى 12، و5 هنضربها في 1 عشان تبقى 5. ماشي خلاص هنضرب برضه اتفقنا. الستة ضربناها في 2، يبقى برضه هنضرب الواحد في 2. الله، 5 على 12 زائد 2 زائد 2 على 12، ماشي ال 12 كده المقامين هنجمع دول. 5 زائد 2. المقام ما بيتجمعش، المقام ما بيتطرحش. يعني المقام هينزل زي ما هو 12. 5 هتتجمع مع ال مع الاتنين هيدينا 7، تبقى 7 يبقى على 12. طيب، ممتازة ممتازة ممتازة، شطورة يا رؤى. اللي بيبعت لي الإجابات على الشات يبعتها لي في المس حسناء اللي هي ما فيهاش صورة. ممتازة يا رؤى، زي ما رؤى ما بتبعت كده. بس هي بتبعت على العام. السؤال رقم 9. ماشي، السؤال رقم 9، مين اللي عليها الدور؟ يلا يا رؤى. حاضر يا مس. مش تمام، 11 بيساوي على 20 ناقص 7 و3 على 10 بيساوي 4 و3 على 20. بس طيب ممكن عملت اروح ايه؟ الحمام. شطورة يا رؤى، اتفضلي يا قلبي. عملت ايه رؤى؟ وحدت المقامات على الكبير الأول ل 20، لأن 10 لو ضربت في 2 هتدينا 20، زي ما بضرب فوق بقى. يعني 7 × 3 على 10 هتبقى 7 وكام؟ 7 و3 في 2 ب 6 و10 في 2 ب 20 هتبقى 6 على ال 20. كده يا بنتي المقامات اصبحت زي بعض، والثانيه هتفضل زي ما هي لان المقام 20. طرحت بقى قالت 11 ناقص 7 4، والمقام ما بيطرحش ينزل زي ما هو، وال9 ناقص 6 يبقى 3، يبقى الاجابه طلعت 4 و3 20. السؤال اللي بعده، يا مس هي ازاي بتحل كل ده في الثانية؟ أنا مس مين عليه الدور؟ همس، صح؟ يلا يا همس. 1 على 4 ضرب. يعني هو خد الواحد على الأربعة هنا وهنا، خلاص يروحوا مع بعض، وخد الخمسة هنا وهنا، فاضل مين اللي ما اتاخدتش يا همس؟ الاثنين على 3
بس كده روح واخدينا اتنين. ما هو ده اللي انا كنت هقول. الله عليك. اللي بعده، ما انت اللي قلتي برضه كده. يلا يا عمار، معلش متوازي مستطيلات الحجم بتاعه 45، الحجم بتاعه كام؟ 45، والارتفاع بتاعه 5، يبقى المساحة بتساوي ايه؟ انت حافظ القانون اصلا؟ حافظ قانون حجم المتوازي بيساوي ايه؟ قولي كده القانون، شوف انت حافظ ولا لأ. حجم متوازي المستطيلات بيساوي ايه؟ في قانونين خدناهم وقلنا نحفظهم زي اسمنا، شكله ما ذاكرش عمار، مش حافظ يا ايه عمار، ما احناش حافظين صح؟ صح بسرعة. نسيت لا يبقى السؤال ده انت هتسأل فيه المرة الجاية وهنتكتب كده، احنا ناقصين، يبقى المذاكرة كده نص نص. حجم متوازي المستطيلات لإما مساحة القاعدة في الارتفاع، وده القانون الأول اللي احنا خدناه، لإما بتساوي مساحة القاعدة في الارتفاع. واكتب عندك، اكتبه دلوقتي ورايا يلا. لإما بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، أنا يعني كل المساحة حاجة دي بكتبها هنا. في العرض. يبقى أنا عندي قانونين، لا اما اضرب المساحة، لو هو عاطيني المساحة اضربها على طول في الارتفاع. مش ما كنت هضرب 5 في 45، بس حضرتك قطعتيني. ما انت كنت هتحل غلط دلوقتي، ما هو لسه احنا ما جبناش. هو اصلا مديك يا بابا الحجم، هو اصلا مش عايز الحجم، ده هو مديني بابا الكبير، ينفع اضرب بابا؟ بابا لازم نحترمه. يبقى نقسم ال 45 على 5، فيها 9، 9 في 5 ب 45، ينفعش اضرب ده الحجم ده بابا الكبير، الحجم ده الكبير، ينفع ازاي يا مستر يتضرب؟ ده يتقسم على أنا خمسة يدينا مسألة تأخير. ايش يا جميل؟ يبقى هو لو مديني الحجم والارتفاع وانا عايزه المساحه بس، الحجم على الارتفاع، يبقى لو مديني بابا الكبير بنحترمه ونقسم، لو مديني الصغيرين هنضربهم عشان نجيب الحجم. يعني انا امتى اجيب الحجم يا مستر؟ لو هو مديني المساحة والارتفاع اروح اضرب المساحة في الارتفاع يديني الحجم، لو مديني الطول والعرض والارتفاع اضرب الطول والعرض والارتفاع يدوني الحجم. اللي بعده يا محمد، هو الكسر الاعتيادي اللي بيمثل مجموعة التلاميذ اللي بيفضلوا المانجا قد ايه؟ كام على كام؟ المانجا كام؟ محمد المانجا كام هنا يا محمد؟ المانجا اللي بيحبوا المانجا كام تلميذ؟ يلا يا نص محمد، مش حابب المانجا كام يا بابا؟ نص مطلوب عندك اهو مانجا، فراولة، وموز، وتين، اهو في عندك حاجات وتين. مسكت البيزا تبقى نص. الله عليك، جابها على طول في ثواني. طب حد تاني غير محمد مش هيقول على طول نص الكسر الاعتيادي، ممكن يبقى ايه؟ قلنا بنقسم جزء على كل، هما اللي بيحبوا المانجا هنا 50 تلميذ وعدد التلاميذ كلهم 100، يبقى لما اقسم ال 50 على 100 فعلا هتديني نص زي ما محمد قال، وفي حد ممكن ياخدها بالشكل على طول ان ده بيمثل نص الدايره بالظبط. لكن هنا يا شباب ما ينفعش تقولي ال10 دي مثلا تقولي يا بس ده ربع، لا ال10 دي مش ربع، هو هنا عشان باين ان هو واخد المانجا نص عدد التلاميذ فقال لي نص على طول، بس الافضل ان احنا نقول 50 على 100 اللي هي بتساوي نص. طيب اللي بعده، هاي جمانه، هاي جمانه، جومانا أين أنت يا جومانا؟ فرق طب إيه ده، في حد تاني دخل معانا أدهم؟ ولا مين اللي دخل بأكونت أدهم؟ مين اللي أدهم، دخل بأكونت أدهم؟ أنا أدهم. أنت لسه جديد يا أدهم؟ ماشي يا أدهم، متأخر ليه للحصة؟ إحنا بادئين من نص ساعة، من ساعة إلا تلت كمان. يلا يا أدهم، هي التمانية على التسعة دي بتكافئ كام على التمنتاشر؟ يعني التسعة هنا يا أدهم حصل لها إيه عشان تبقى تمنتاشر؟ ضربت في كام؟ ضربناها في 2.
وانا زي ما ونضرب ضربت واحد في اتنين هضربهم. اتنين يساوي يبقى ستاشر. ممتاز يا ادم شاطر. السؤال اللي بعده، مين اللي عليها دور؟ مين ما جاوبش؟ في حد ما جاوبش الدور اللي فات؟ طيب نبدأ تاني من عند رؤى. أنا بيسان ماشي، مجربتش. يلا يلا يا بيسان. المثلث اللي فيه زاويتين حادتين وزاوية 90 نوعه ايه؟ نوع